السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. أعلنت وسائل إعلام تونسية وفاة مراسل إذاعة المنستير توفيق الخزيري. توفي مساء اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر توفيق الخزيري المنشط بإذاعة المنستير عن عمر ناهز 53 عام. وأما عن سبب الوفاة، توفي بسبب نوبة قلبية مفاجئة. توفيق الخزيري يعمل منشطا وصحفيا رياضيا بإذاعة المنستير، وقضى الفقيد توفيق الخزيري سنوات طويلة من التنشيط بمؤسسة الإذاعة التونسية في قسم الرياضة منذ بداية مشواره المهني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. سألنا المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة، اللهم أبدله دارا خيرا من داره. إنا لله وإنا إليه راجعون، بقاء لله.